يعيش سوق العقار هذه الايام نوعا من التراجع والانهيار كما سمته بعض الصحف وذلك بعد ان شهد قبيل شهور عده حاله من الركود والجمود. الامر الذي يرخي بتداعياته الكبيره على اطراف هذا القطاع الحيوي من مستثمرين وعقاريين ووسطاء ومؤجرين ومستاجرين ومطورين عقاريين فضلا عن قطاع البنوك. والأعمال راح نتكلم حول هذه القضية تحديدا وتأثيراتها وأيضا أسبابها مع ضيوفنا الموجودين معنا الأستاذ عبد العزيز العنيزي خبير وناشط عقاري حياك الله الله وأيضا المهندس أيوب الصفار خبير عقاري حياك الله حياك الله موضوع العقار دائما ما يشكل يعني الكثير من القيل والقال، نزل العقار، صعد العقار، شنو راح نسوي؟ الاسعار زادت، الاسعار قلت وين منو بحق منو بناجر؟ الحين هذه بعد سالفه جديده. استاذ ايوب شنو اللي يحصل في سوق العقار في الكويت؟ يعني وهل احنا فعلا امام تراجع وانهيار؟ مساء عليك وعلى الاخوان المشاهدين شاكر لكم ضيافة يعني اقول الضيافة الدورية في شكل دوري نطلع الله. أه بالنسبة لسوق العقاري اكو طبعا يعني احنا راح نحلل اليوم وايد بشكل كبير أه بس نهاية الموضوع هذه اجتهادات بالنهاية ما في قراءة مم. واضحة ما حد يقدر يجزم بان السوق يرتفع وينزل مم. انا بوجهة نظري استبعد كلمة انهيار ويعني فكريا ما وصلنا الى هذه المرحلة اي سوق عقاري معرض انه يكون في فتره من الفترات يتضخم بشكل غير صحيح نعم. ما حصل عندنا بالكويت واغلب الاسواق العالميه كان في بعض المضاربات وبعض العمليات خلت العقار يرتفع ارتفاع مو صحيح نعم. فاي ازمه تعقب هذه الحاله يكون فيها حركه تصحيحيه يمكن يكون المواطن البسيط يعني يمتزج عنده الامل مع التحليل بحكم انه غير قادر على شراء العقار، ان شاء الله ينزل اكثر واكثر وهذا بدايه انهيار، فبدايه المشاعر هذه المشاعر اللي تبرز عند المواطن تخليه يتامل بان السوق مقبل على انهيار، احنا نعم. كاصحاب اختصاص وعقارين نتعامل مع معلومات، نتعامل مع معطيات بعيدا عن المشاعر. نعم. الحركه اللي صارت في الكويت هي حركه تصحيحيه. الانخفاض كان بالنسبة للارتفاعات الأخيرة كان جدا معقول نعم. وقد نكون انا اميل ان احنا مقبلين علي انخفاض نعم. ايضا مستمر الانخفاض آه اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه نهايه معادلات العقار تعتمد على الوضع الاقليمي الاقتصادي صحيح. اوضاع متشابكه مع بعضها نعم. اذا ضلينا على نفس الرتم انا اتوقع أن في بعد نزول لكن نزول راح يكون نزول بسيط نعم. فكلمه انهيار استبعدها تماما ما حصل هو تصحيح لاسعار العقار لأن ما كانت موجوده بشكل صحيح وعلى نعم. فكره هذه مو بس فقط في الكويت كثير من الاسواق الخارجيه مرت بالمرحله اللي مرت فيها الكويت بس احنا بالكويت تضخمنا شوي حبتين زايد يعني <applause> نعم دائما ما تضخم الامور استاذ عبد العزيز شلون ساهم ترشيد الحكومي في هبوط اسعار العقار احنا لو بنتكلم متى بدا ينزل العقار عندنا في الكويت لاحظنا بدايه النزول في نهايه سنه 2014 نعم. فصارنا الحين فوق السنتين واحنا قاعد نلاحظ ان الاسعار قاعد تنزل أه طبعا في نهايه 2014 نزل عندنا سعر النفط أه سعر البرميل نزل الى مستويات وايد نازله نعم. وهذا الشيء اثر على نفسيه الناس عندنا في الكويت صار عندهم نوع من الخوف أه تاثرت نفسيتهم أه قلت قدرتهم او ثقتهم في قدره الحكومه على أه انجاز المشاريع وتطوير البلد ف فصار في يعني في خوف وفي تردد من شراء العقارات في في ذيك الفتره بالاضافه الى امور وايد اثرت على العقار نفسه منها قوانين حكوميه متعلقه في الرهن العقاري اليوم صعب ان الواحد يشتري عقار سكن خاص في ظل القوانين اللي موجوده. اليوم الحكومه تفرض على اللي بيشتري عقار سكن خاص انه يكون عنده مصدر دخل ثاني غير راتبه عشان يقدر ياخذ تمويل ويشتري عقار سكن خاص. <applause> التوزيعات الاسكانيه الكثيره اللي صارت عندنا في الكويت خلال الفتره الاخيره ايضا خلت الناس ما تفكر انها تشتري عقار او تستعيل خلينا نقول في الشراء الحكومه بتوزع بيوت ليش انا اشتري؟ خلينا نطر على ما يطلع لي بيت واخذه وبدون اي اي يعني تكاليف زايده فهذه النظره ايضا موجوده عند الناس عندنا ايضا الوضع الاقليمي بشكل عام اثر على نفسيه الناس، الترشيد الحكومي لما لما الحكومه زادت سعر البنزين الناس قل الدخل عندها او قامت تصرف على امور ثانيه ما كانت في الحسبه فهذا على المدى البعيد ايضا عطى يعني عدم استقرار نفسيه الناس ان انا اليوم يا الله اقدر يمكن اشتري لي ارض فالحكومه ايضا قاعد تزيد علي البنزين تقلل الدعوم من صوب الناس بدأت تتراجع عن شراء العقارات وهذا الوضع استمر الى اليوم ومثل ما تفضل ابو الوهاب متوقع انه يستمر الفتره الجايه لانه ما في شيء تغير عندنا الاوضاع نفس ما هي القرارات نفس ما هي النفسيه نفسيه الناس نفس ما هي فيعني اثر اثر بشكل سلبي يعني القرارات الحكوميه قاعده تاثر على على العقار وقاعد تسبب انخفاض مستمر فيه نعم استاذ ايوب ما نقدر نقول انه مثلا يعني علشان موسم الصيف الناس يعني ممكن تكون مسافره الناس ما تفكر بالعقار حاليا بشكل يعني كبير هي اللي ممكن ماثر على هذا الهبوط في العقار يعني احنا متعودين احنا حتى في الخليج العربي يمكن موسم الصيف هو مو موسم تداول العقار فمتوقعين حتى لو ندرس الكير في السنوات الخمسة والعشرة السابقة أن موسم الصيف ما هو موسم تداول العقار الكل يفكر بالسفر وخصوصا ما شاء الله درجة الحرارة يعني حارة جدا بالكويت فالكل يفكر أنه يروح يصيف لذلك هي فرصة للعطل والاستجمام بعدها تي اولويات اللي هو البحث عن سكن بديل اذا كان البيت الثاني او البيت الاول او انتقال الى بيت افضل او حتى استثمار خارجي حتى نلتمسها في العقارات الخارجيه نعم. فموسم الصيف طبيعي ان احنا ما عندنا تداول لكن احنا نقيس الحاله ككل عطفا الكلام بجراح ان احنا يعني ما في اي اشاره ان العقار متجه الى صعود خصوصا يمكن يعني من خلال تعاملنا بالعقارات الخارجيه قد تكون احنا من الاسواق اذا ما كنا السوق الوحيد بالعالم اللي الواحد ياخذ قرض استهلاكي عشان يشتري بيت نعم. هذه ظاهره غير صحيحه نعم. محتاجين الرهن العقاري يمكن حتى هذه الفكره احنا كعقاريين نتحاشاها ليش لان في موجه في الشارع الكويتي الرهن العقاري انتم بتفيدون التجار بتفيدون المتنفذين لا هو الرهن العقاري وسيله لك انك قرض على 25 سنه تقدر تستملك في بيت نعم. بديل للادوار الطويله في الرعايه السكنيه نعم. فهو حل بديل بس لكن احنا عندنا سوابق تاريخيه سيئه للاسف تجربه المناخ نعم. صح. وبعض الفرص اللي هو كان يرهن يبيع بيته كبير. ويشتري اسهم وبعدين يفلس وبعدين يقعد قدام الحكومه إن انا وعيالي برا وما عندنا بيت فأكو ظواهر غير صحيه نعم. محتاجين انا بوجهه نظري الشخصيه محتاجين الى رهن عقاري بثوب كويتي نعم. التجارب السابقه نسكر فيها الامور السلبيه والامور المتوقعه احنا يعني عارفين سلوك المستهلك الكويتي الثغرات اللي يمارسها نحطها حق الاشخاص اللي فعلا يتملكون البيت الاول مو البيت الثاني نعم. فيكون حل مساند بالإضافة إلى الدور اللي قاعد تقوم فيه المؤسسة العامة السكنية نعم أستاذ عبد العزيز يعني بعض الوافدين قاموا بتسفير عائلاتهم بسبب ارتفاع اللي هو خلينا نقول المعيشة في الكويت والأجارات الغالية فقاموا خلاص إن قالوا إن إحنا إحنا قادرين نقعد في الديرة علشان المصاريف الغالية هل هذا أيضا أثر على العقار؟ طبعا أكيد أثر وكل شغلة يعني مرتبطة بالثانية فاحنا لما الدعومات او او يصير في ضغط على الوافدين عندنا بتنسحب منهم بعض البدلات هذا كله يقلل من قدرتهم على دفع الايجارات اللي هي الشقق فبالتالي يفكر ان ان التكلفه صارت عاليه عليه او على عائلته اللي موجوده في الكويت موضوع ثاني ايضا بالنسبه لاخواننا من مصر ومقارنه الدينار بالجنيه المصري ونزول الكبير اللي صار فلما يحسبها ان انا اسكن عائلتي بالكويت ولا اخليهم يسكنون بمصر وايد تفرق ويا الحسبه فيقول لا اخليهم يردون هناك واقدر على الاقل ان انا هني بالكويت يعني اطلع الفلوس فصار في فعلا موجه الى تسفير بعض او او وايد اسر من عوائل الوافدين بالتالي هذا الموضوع اثر على قيمه الايجارات نفسها، احنا لاحظنا خلال السنة، السنتين اللي طافوا انه صار عندنا نزول في الايجارات. نعم يمكن مو ذاك النزول الكبير اللي الناس كانت يعني متوقعته لكن بكل حالات صار في نزول. يعني الشقق اللي كانت تتاجر ب 360 دينار اليوم على 300 دينار تقريبا. نعم. فهذا اثر على الايجارات بالتالي اثر على سعر العقار نفسه نعم. لان اليوم احنا نحسبها حسبه لما نبي نقيم العقار بنشوف كم العائد ماله كم قاعد يدخل حق حق المالك او حق المستثمر فلما يقل العائد بسبب يعني الاسباب اللي ذكرناها هذا بالتالي اثر على قيمه العقار فهي مجموعه عوامل وهذا العامل اللي يعني طرحتي هذا فعلا اثر على عندنا العقارات الاستثماريه بشكل خاص عندنا طبعا العقارات السكنيه تاثرت لاسباب اخرى عندنا العقارات التجاريه المكاتب نوعا ما متماسكه على الرغم انه صار فيها نزول لكن فعلا العقار الاستثماري يمكن هو يعني اكثر عقار او اكثر عفوا فئه تضررت في الفتره اللي طافت نعم استاذ ايوب اذا بنوجه نصيحه لمشاهدين اللي قاعد يتابعونا الحين اللي راغب انه هو يشتري عقار هل ينطر شوي ولا يتوكل على الله والله هذه النصيحة جوابها صعب أه بس الإجابة بشكل عام يعني أه إذا أنت شخص مو مضارب يعني وتبحث عن بيت العمر إذا صحت لك الفرصة اليوم يمكن تصح باكر ما تصح فإذا عامل أنه فرق 20 30 ألف إذا لقيت لك فرصة وفعلا الفرصة مواتية أنك تستملك بيت العمر بالمكان اللي تحبه قريب من أهلك شيء لا خلي توكل على الله خصوصا احنا نقولها بالسوق السكان يتوكل على الله وياخذ اما نعم. اذا شخص انت كنت مثلا مضارب او اليوم تبي تشتري الارض ب 160 170 على على امل انها ترتفع 200 210 لا انا اتوقع ان وهذا حكي مو من صالح وجراح نعم. يدري بس لكن أنا اتوقع ان التريث افضل نعم. في ظل الاوضاع اللي احنا عايشينها في السوق ما, إحنا ما عارفين مو عارفين احنا يعني قاعد نتجه وين نعم. وحتى في بعض الامور مثل الحكوميه، قضيه تعرفه الكهرباء، التعامل مع المقيمين في الكويت، السوق مفتوح مغلق، هذه الامور وايد تاثر ومثل ما قال اخوي ابو قضيه انه انا بقيم عقار استثماري أقيسه على على المدخول نعم. فاذا الشقه كانت 360 صارت 300، اذا مدخول هذا العماره أقل اوتوماتيك راح يقل قيمه الاصل نعم. هذا يؤدي الى انخفاض في السوق. ففي الوقت الحالي يعني واحنا نشوف يمكن العزوف اللي صاير في السوق الحين اللي عنده كاش خايف عليه نعم. ما يدري يجدم على هالخطوه ويشتري عقار وبعدين يتراجع او انه ينطر والنطرة قاعد تنزل السوق اكثر ننطر نعم. يعني كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم شكرا على هذه المعلومات القيمه اللي اعطيتونا اياها حول موضوع العقار كل الشكر لك عبد العزيز العنيزي خبير وناشط عقاري وايضا المهندس ايوب الصفار خبير عقاري شكرا لكم شكرا واحد. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم نلقاكم ان شاء الله على خير باكر في نفس الموعد فما الله